السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم من أرض القاهرة. أخيرا أول مدينة من المدن اللي هم الريفية الكندية بتعلن عن طريقة أو الإجراءات الخاصة بالتقديم للهجرة عن طريق اللي هو برنامج الريفي التجريبي للهجرة إلى كندا. نتكلم عن ألتونا رايلاند، ودي موجودة في جنوب مقاطعة مانيتوبا تحت على الحدود مع أمريكا، بينها وبين وينيبيغ 100 كيلو. للتذكير، البرنامج بتاع اللي هو المدن الريفية التجريبي ده بيتطلب لغة إنجليزية المستوى الرابع لو كانت المهنة من اللي هم مصنفين سي و دي، والمستوى الخامس لو كان المهنة مصنفة بي، والمستوى السادس لو كانت A وزيرو أو لغة فرنسية طبعا. ومطلوب على الأقل خبرة سنة عملية في آخر 3 سنوات أو 1560 ساعة، بالإضافة طبعا للي هي النية أنك أنت تعيش في المكان اللي أنت هيختاروك، وكمان الضمان المادي وعرض العمل اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، اللي المدينة اللي هي أليتونا وراينلاند أعلنوا عنها يوم 1 نوفمبر، ولسه في 10 كوميونيتيز كمان لسه مفروض يعلنوا خلال الشهر ده والشهر الجاي. حط لكم رابط فوق وفي الوصف بتاع الفيديو للفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن الشروط العامة للبرنامج ده. عدد سكان ألتونا، الاحصائيات اخر احصائيات تتكلم على 4200 شخص تقريبا، وعدد العرب اللي فيها عرب تقريبا بيقولوا 95 شخص. يجي بقى للمفيد، نعمل ايه علشان نقدم على برنامج الهجرة بتاع ألتونا راينلاند ده؟ الخطوة الأولى هي بين الشركة أو الشركات يعني وبين الكوميونتي أو المسؤولين من الكوميونتي عن البرنامج ده. الشركات بتبعت الوظائف بتاعتهم للكوميونتي، وبيحصل بعد كده مراجعة من الكوميونتي للوظائف دي، وبيعملوا انترفيو يمكن مع الشركات على حسب يعني، وبعد كده يوافقوا على أو ما يوافقوش على الوظائف اللي الشركات بطلبها. وافقوا على الوظيفة هيضيفوها للموقع الخاص اللي هم عاملينه للموضوع ده. الموقع ده هتلاقوه في الوصف بتاع الفيديو تحت. انت بقى كمهتم بالموضوع ده المفروض انك انت تدخل على الموقع ده وتعمل بروفايل ليك، انت تعمل اكاونت معاهم يعني، وتدخل بياناتك يا ساتر والسيره الذاتيه بتاعتك. تبحث طبعا في قائمه الوظائف الموجوده وتشوف الحاجات اللي هي النوك بتاعك المطلوب فين واي شركه، وتقدم عليها من خلال الموقع زي ما قلت. طلبات دي كلها بعد كده بتروح للشركات، والشركات بيتم التواصل بينها وبينك مباشرة، مش عن طريق الكوميونيتي ولا حاجة. هم حاطين في الموقع زي ما تقولوا كده السيرة الذاتية، ازاي ممكن نموذج للسيرة الذاتية اللي ممكن يعني تكتب زيها انت علشان تقدمها للشركات. بعد ما تحصل اجراءات الانترفيو او اجراءات التوظيف بينك وبين الشركه، لنفرض ان هم وافقوا عليك، حصل بينك وبينهم زي ما بيسموها ساتسفاكشن، شافوا انك انت مناسب للموضوع ده، هيتم ان هم يرسلوا الناس قاعده تضحك، هيرسلوا الشركه للكوميونتي يقولوا لهم انه ان احنا خلاص احنا مهتمين بالشخص ده وعايزين نوظفه في الشركة عندنا. الكوميونتي بتراجع بعد كده الوثائق بتاعتك، بتطلب منك انك انت تملى بعض النماذج، وبتراجع الوثائق عشان تتأكد انه كل الامور مطابقة للمواصفات اللي هم عايزينها، وبعد كده بيتم عرض كل الطلبات دي، بيتم عرضها على لجنة خاصة لعمل اللي هو ريكومنديشن، لعمل النومينيشن زي ما بيسموها او الترشيحات. اللجنة دي بتختار حسب النقاط، برضو هنا في نظام نقاط، بتختار الاعلى. العدد اللي هو الطلبات اللي مسموح لألتونا ان هي تختارها في السنه 100 طلب، نتكلم على 100 طلب بس، يعني لو كل طلب فيه 4 مثلا يبقى 400 شخص، ده يعني احنا بنتكلم عليه 100 طلب. هم قالوا ان احنا كل شهر في نهايه كل شهر هيختاروا على الاكثر 10% من العدد ده، يعني 10 كل شهر على الاكثر، مش لازم كل شهر يختاروا 10، لكنه دي اقصى حاجه ممكن يختاروها كل شهر. فاحنا ده كله احنا بنتكلم عليه، هو برنامج ومش عارف ايه وكل حاجه، لكنه في الاخر بيتكلموا على 10 طلبات بالكثير كل شهر. نفرض ان هم اختاروك من ضمن ال 10% دي، هيطلبوا منك انك انت تقدم اللي هو طلب الاقامه الدائمه مع وزاره الهجره، تبعت ملفك يعني ليهم بكل الوثائق اللي مطلوبه من وزاره الهجره. وزاره الهجره بتتاكد انه الوثائق كلها بتاعتك مطابقه للمواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها، برضو امتحان اللغه والخبرات والى اخره، يتاكدوا انه كله تمام.
وبيدوا الضوء الاخضر للكوميونتي انه خلاص الشخص ده يعني مكتمل، الملف بتاعه مكتمل، بس مش معناها انه الاجراءات خلصت، بس مكتمل. ليه؟ لانك انت وقتها مجرد ما بيوصل للكوميونتي انه الملف ده مكتمل، من حقك انك انت تقدم على work permit، تصريح عمل، بحيث انك انت ممكن تاخذ اهلك وتروح لكندا عشان تشتغل، الكوميونتي مستنياك، في حين انه الاجراءات لسه بتكون شغاله مع وزاره الهجره. وفي حال للاسف انه ما تمش اختيارك، الملف بتاعك هيقعد لمده 6 أشهر معاهم في الكوميونتي، في اللجنه دي. بعد كده خلاص هيرجعوا تاني لصاحب الشركه يقولوا لهم يعني انتم من حقكم اختاروا واحد تاني لو عايزين، وانت يرجعوا لك يقولوا لك قدم على حد تاني. مش واضح ليا طب في فتره 6 شهور دي ممكن اقدم على ناس تانية ولا لا؟ ده مش مكتوب، مش واضح، مش عارف صراحه. انا سالت نفس السؤال ده وما لقيتش اجابه لي. هي دي الاجراءات. تعالوا نشوف النقاط اللي على اساسها بيعملوا ترتيب للناس واختيار للناس. كل البرامج يبدو فيها نقاط يعني، فربنا يعين. تعالوا نشوف النقاط مع بعض. المهنه بتاعته مرتبطه بالمجال اللي هو الزراعي او المجال الصناعي، المانيفاكتشرنج، دول ليهم 20 نقطه. اللي المهنه بتاعته مرتبطه بالكونستراكشن، بالبناء وبخدمات الاغذيه وبالخدمات الماليه، دول ليهم 10 نقاط. اي مهن تانية زيرو، ما لهمش نقاط. الشركه اللي مقدمه لك عرض العمل دي شركه ليها على الاقل 10 سنوات في السوق، او مستثمره بقيمه اكثر من $250,000، هتاخد 10 نقاط. الشركه دي تعهدت ان هي هتخلي معاك واحد يساعدك، منتور في الورك بليس، في مكان العمل، يعني تعهدت انه هتخلي معاك حد خلال اول 6 شهور ليك عشان يساعدك للتاقلم في البلد والاخره، هتاخد 5 نقاط. فدي 15 على الشركه، على حسب الشركه اللي انت هتعامل معاهم، 10 على كبر الشركه، و5 اذا الشركه هتلتزم بان هي تساعدك في الاستقرار يعني والتعرف على طبيعه العمل. كانت المهنه بتاعتك تصنيفها A ولا B، هتاخد 10 نقاط. اذا كان تصنيفها C، هتاخد 5 نقاط. الدي والزيرو ما لهمش نقاط، مش عايزين مدراء هم. كان عندك رخصه قياده في بلدك الام، هم كاتبينها كده بلدك الام، ما اعرفش اذا انت عايش في بلد ثاني يعني هيقبلوها ولا لا، لكن اذا كان عندك رخصه سياده في بلدك الام ليك 5 نقاط. ويمكن يكون هي الاوريجين كانتري، فهو ممكن يكون معناها البلد اللي انت هتقدم منها، مش متاكد من الحكايه دي، لكن رخصه قياده هاتها من بلدك الام، ولو انت بلد ثاني هات منها برضه 5 نقاط. الناس اللي عاشوا في نفس الظروف بتاعت البلد يعني البلده دي، اللي هو عدد السكان اقل من 10,000 وتبعد تقريبا 100 كيلو بعيد عن اقرب مدينه كبيره، ليهم 5 نقاط. عايزين بس عاشوا مجاله 6 أشهر، فإذا أنت عايش لمدة 6 أشهر على الأقل في حياتك في بعد 18 سنة في بلدة أو قرية، مش عارف بقى إزاي هتتثبت الحكاية دي، لكنه يعني دي من اللي تاخد عليها نقاط، 5 نقاط. عليهم حاجات غريبة الناس دي. ولو عندك أب أو ابن أو أخ عايشين في البلدة دي هتاخد 20 نقطة، وإذا كان عندك صديق، مجرد صديق أو قريب غير الثلاثة اللي احنا قلناهم، هتاخد 10 نقاط. 5 نقاط للي يثبت ان هو عاش في ألتونا اسبوع، لمدة اسبوع، اذا انت رحت زرتها وقعدت فيها لمدة اسبوع، دي برضو بتدي لك يعني حاجة احسن من غيرك اللي ما زرهاش، بتدي لك 5 نقاط. اذا زوجتك شغالة في احدى المجالات اللي هكتب لك اياها دي، او عندها شهادة تؤهلها للعمل في احدى المجالات برضو اللي مكتوبة دي، هتاخد 10 نقاط. الزوجة أو الزوج على حسب السباوز. حاجة العمر، إذا أنت بين 25 و 38 سنة هتاخد 10 نقاط برضو. إذا جمعته معايا ولا لا؟ نتكلم على 100 نقطة. طبعا هنا لسه ما نعرفش النقاط اللي هياخدوها كام ومين اللي يعني، لسه لما نعرف النتائج بعد كده هنفهم أكتر الحكاية دي ماشية إزاي. بس هم 100 نقطة، تعالوا بسرعة كده نحطهم قدامكم على الشاشة علشان نرتبها شوية كده ترتيب أكتر يعني أحسن من اللي أنا قلته. 20 نقطة لطبيعة المهنة بتاعتك، و20 نقطة على الأقارب اللي موجودين، إذا كان في عندك أقارب يعني أب زي ما قلنا أو أخ أو ابن، فهذه الصلة يعني إذا في عندك معرفة بأحد موجود هناك، ف20 نقطة هنا و20 نقطة هنا، أدي 40. و10 نقاط للزوجة أو الزوج إذا كانوا شغالين أو عندهم شهادة تؤهلهم للعمل في المجالات اللي إحنا ذكرناها، أدي 50. 10 للعمر، أدي 60، قلنا من 25 ل 38. و10 لتصنيف النك بتاعك، أدي 70. إذا قلنا A ولا B ولا C. 5 لو كنت عشت في الريف قبل كده في بلدك زي المواصفات اللي احنا قلناها، و5 لو كنت فعلا عشت في ألتونا نفسها لمدة أسبوع على الأقل، و5 لو عندك رخصة قيادة،
وخمسه لو الشركه هتعين لك واحد لمده 6 أشهر يساعدك في التاقلم على البلد. كده 90، فاضل 10. وعشر النقاط الاخيره على حجم الشركه، 10 سنوات او الاستثمار بتاعها $250,000. وطبعا الشرط الاساسي انك انت النيه انك انت تعيش في البلده دي، التونا المانيتوبية. اتمنى تكون الامور واضحه دلوقتي، دي اول كوميونتي، لسه قدامنا 10 غيرهم ان شاء الله. كل الروابط تحت في الوصف بتاع الفيديو. بالتوفيق للجميع، ما تنسوناش شير لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس، دعمكم مهم لاستمرار القناه، ونراكم بالف خير.